أعزائي المتداولون، أهلا بكم في موقع ديلي فوركس. نستمر في تحليلاتنا لمنتصف الأسبوع، وإليكم التقرير التالي. الجنيه واليورو يبدوان قويان اليوم، في حين أن الين هو الأضعف بين العملات الرئيسية. يبدو زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي تصاعدياً أكثر، حيث أنه يستمر بالتقدم وتسجيل مستويات دعم أعلى. يبدو زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني تصاعدياً بشكل ضعيف، حيث أن الدعم عند المستوى 106.68 صامداً، ولكن المستوى 107.50 ما يزال قائما. يستمر زوج الجنيه البريطاني أمام الدولار الأمريكي بالتقدم بشكل تصاعدي، ولكنه يواجه الآن مقاومة رئيسية عند 1.4193. كنتم مع ديلي فوركس، تابعونا غدا للمزيد من التقارير حول أسواق العملات والأسهم.